هذا البرنامج سيداتي أنستي سادتي برعاية محلات تيسو اي صالون ماروكان ميدا الموجود على 99 شابانال ويست قريب من شارع سان لوران وسويت 444. سادة المشاهدين مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج المغاربي، ونشكر كل الإخوة اللي دائما هم موجودين ويواصلوا دائما في تتبعهم لهذا البرنامج المغاربي كل أسبوع، ونشكر كل المكالمات الهاتفية اللي توصلنا عن طريقكم لتقديم أراءكم وأفكاركم لهذا البرنامج المغاربي. هذا الأسبوع منوعات جديدة، ومن ضمن منوعاتنا اليوم هذا العنوان لفرقة فنون المغربية المعروفة بنت النقافة باهرة. بنت النقافة، النقافة هي بالتونسي نقولوا الحنانة وبالجزائري الحناية، وباهرة أنتم عارفين يعني اللي ما سبهاش الحظ وتزوجت يعني يقولوا لها باهرة. هذه المسرحية المعروفة والمشهورة في المغرب وحتى في البلدان المغاربية، لأن قامت بعدة جولات بطولة ألمع نجوم المسرح المغربي الأستاذ مصطفى داسوكين المعروف والمشهور جدا. أما عبد القادر متاع كان هو ضيف مكرم مهلل في هذه المسرحية، وجاء خصيصا قام تكريمه من طرف اللجنة اللي قامت بهذا العرض المسرحي. وكذلك من ضمن النجوم هي نعيمة إلياس، هذه النجمة الكبيرة المغربية اللي فعلا يعني قدمت مسرحية ممتازة جدا ودورها كان فعلا مضحك جدا، وبقية الممثلين حسين مكياد ووفاء مسعودي وغيرهم كانوا من ضمن هذه المسرحية. هذه المسرحية كانت برعاية وزارة الهجرة المغربية وبالتعاون مع دار المغرب في مدينة موريال. المسرحية أقيمت يوم 6 ديسمبر الماضي على مسرح دار المغرب. تلفزيون المغرب العربي الكبير كان موجودا والتقط لكم العديد والعديد من اللقطات ولقاءات مع الجمهور الحاضر وكذلك مع الممثلين المبدعين. أما فصلنا الثاني سادة المشاهدين فهو لقاء خاص مع سيدة من أصل جزائرية، مدام عماري، اللي باش تقوم بحفل خاص للنساء في سهرة مميزة فيها دي جي، فيها أكل مميز باش يكون موجود، وفيها كذلك عدة مفاجآت وتنبلة خلال هذا الحفل. وبمناسبة رأس السنة السهرة صارت معروفة، هي السهرة في هذا الحفل المميز اللي كذلك تقوم به السيدة عماري في ليلة رأسانة 31 في هذا الشهر في نفس القاعة وبأكبر نجوم الأغنية الجزائرية قادمين رأسا من الجزائر. الشاب حسن المعروف بأغانيه وأغاني الراي يعني المشهور بها، وفرقة موسيقية منهم عازفين جايين معاه من الجزائر، وكذلك كريمة الصغيرة التي تؤدي جميع الألوان الغنائية الجزائرية المغربية التونسية. ما شاء الله ستكون سهرة مغاربية 100%. وكذلك مطرب من موريال هو عز الدين المغربي اللي انتم عارفينه وعارفين أجواءه الفنية المميزة. هذه سهرة ليلة السنة مدام عماري باش تعطينا كل المعلومات، وهي ضيفتنا وضيفة زميلتنا السليمة اللي باش تلقي الأضواء على هذه الحفلات اللي باش تكون لترا سنة وحفلة خاصة للنساء فقط. سادة المشاهدين مع البداية الأولى وبنت النقافة باهرة. تلفزيون المغرب العربي الكبير يفتح أمامكم فضاءات واسعة للإشهار، 9 ساعات من البث الأسبوعي موجهة لجالية عربية يزيد تعدادها عن 400,000 مواطن. رجال الأعمال وأصحاب الشركات العربية وغير العربية نتيح لكم فرصة ذهبية للتعريف والترويج بمنتوجاتكم. أسعارنا مغرية ومدروسة. للاستعلام الرجاء الاتصال على الأرقام التالية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا هنا في هذه السهرة، وهي عبارة عن مسرحية تنظم هنا بدار المغرب، ومعنا حشد كبير من الجماهير المغربية والمغاربية ودول أخرى عربية جاءت هنا معنا لتحضر هذه السهرة. طبعا المسرح المغربي مسرح حافل بالإنجازات دياله المهمة، والآن معنا مسرح فنون اللي غيقدم واحد مسرحية اللي هي عبارة عن بنت نقافة بايرة، وهي مسرحية جميلة، وغادي تجاو المغاربة الآن من الدار البيضاء والمدن المغربية والرباط وغيرها باش يقدموا هذه المسرحية هذه للجمهور الكندي والجمهور المغاربي المتواجد هنا بالديار الكندية وبالضبط مدينة موريال. ونخليكم مع هذه المسرحية الجميلة ومقتطفات منها، وطبعا بعد ارتسامات الجمهور الكريم، وشكرا لكم. احنا فرحانين جدا اليوم في موريال مع هذه الجاليه المغربيه في موريال، وغادي نشوفوا واحد المسرحيه كبيره، يعني فنانين كبار جايين من المغرب، وحنا زعما فرحانين وما كناش كنتصوروا بان الناس غيكونوا بهذا الحجم كله. فريمون اوني فيير دو دتر ايسي بارمي المغاربه كاملين. نكهه خاصه اليوم بالنسبه للجاليه المغربيه اللي محتاجه هذا مثل هذه الحفلات في الديار الكنديه. مزيان وتعجبنا هذا الشيء وتفوج عندنا مع هذا الجو هذا، وانا فرحانه بزاف لهذا الليج. هادو راه تيقولوا شي حاجه، يقول سلم على اختي وبطل اختي. نبلغوا السلام لماما واختي وكل شيء. هذه هي المره الاولى اللي غادي نشوفهم، بيعجبونك ديما نشوفهم في يوتيوب وكاع، متشرفين نشوفهم دابا اليوم. عاش المغرب، هادشي ما نقول لكم، عاش المغرب. الجزائريين عاش لالجيري. ماريسول لوتار. وي مون فيس. أستاذنا الكبير مصطفى، هذه المسرحية اللي باش تقدموها في مدينة موريال ولجمهوركم المغاربي والمغربي بصفة خاصة مشتاق ليسترجع شوية الذكريات والنكتة الظريفة والكلمة الممتازة واللي تعودوا بيك منذ سنين ما شاء الله في أعمالكم الفنية، في البداية إذا كان ممكن عرفنا أكثر بحضرتكم وبأعمالكم الفنية الناجحة. وأولا هذا الحضور ديالي دليل على أن محبتي لكم ومحبتي للجالية في جميع أقطار العالم. فدور الفنان و اولا يلبي الطلب والرغبه ديال الجمهور ديالو المهاجر، نعم، ولو يكون في الصين، ولا جات الظروف ان شاء الله اننا نرحلوا للصين ونمشيو نشوفوا اخواننا تما ونشوفوا احبابنا ونشوف. فانا محظوظ اولا لانني منذ الطفوله ديالي وانا كنتمنى انني نكون عنصر وسط واحد الفريق او فرقه او مجموعه اسمها فنون. فتحت لي الفرصه اليوم الحمد لله انني بين احضان خوتي وخواتاتي وبين واحد الاستاذ اللي هو انور الجندي. فالحقيقه انني تغير العملي، ولو انني كنحب اعمالي كلها، الا انني في هذا الفريق هذا لقيت نفسي ولقيت ما كنت كنتمناه انني نلقاه، بحيث موضوع ديال بنت النقافه بايره هو هذا العزوف عن الزواج، ولو انني انا راني مزوج ووليداتي وانت كذلك السيد ياك. الله يخلي لك وليداتك ويخلي لنا وليداتنا، وحتى اللي كيشاهدنا الان الله يخلي ليه وليداته ويطول عمره. الحني الحنحن حني حني على هذا الفنان. وي لسه فالونتا باقي. هذا ميل فالونتا. ميرسي ميرسي. يلا يواكل غير عويشق. كيدير العاشق، كيدير العاشق تياكل عاشق. كيدير لي شوكه في قلبه مرشوقه، شوكه المحبوبه المعشوقه. هكا يمانو هكا يمانو. واسمحوا لي لانني
حيدتش الكاسكيت باش نهضر معاكم. معليش. الفنان المتألق نجم الكوميديا الأول الحاج الأستاذ مصطفى. فنون كيفاش تكونت في البدايه؟ فرقه فنون هذه الفرقه العتيده. واي سنه أنا تكونت فرقه فنون؟ انا منذ 30 سنه ما شاء الله. هذه الفرقه انا سعيد بالانتماء اليها، ومن منها من منبركم هذا احيي الاستاذ انور الجندي مدير هذه الفرقه، وهو ابن الممثل العالمي محمد حسن الجندي. أنتم رأيتموه في فيلم الرسالة. نعم طبعا. ورأيتموه في عدة أفلام، فيلم القادسية وأفلام أجنبية أخرى. نعم. فيلم محمد حسن الجندي من الممثلين العرب الكبار الذين يحتب لهم ألف حساب. نعم. ده ممثل ممتاز. أنور الجندي ابنه. نعم. أهم المسرحيات اللي شاركتم فيها وكذلك في المجال السينما، ما هي أهم هذه الأعمال الفنية اللي قمت بها أستاذ الكريم؟ أهم المسرحيات اللي اشتغلت فيها واللي كان عندها صدى كبير، وهي مسرحية ديوان سيدي عبد الرحمن المجلوب. هذه من تأليف وإخراج الأستاذ الطيب صديقي. نعم. هذا الأستاذ الفد رجل المسرح العظيم، ويعني الجمهور التونسي والجمهور الجزائري يعرفه معرفة جيدة، لأننا قدمنا عروض مسرحية آنذاك، أي في الزمن الجميل، قدمنا عروض. كانت الجولة بفرقتنا، فرقة المسرح البلدي بالدار البيضاء، آنذاك كانت تقوم بالجولة في المغرب وتتمها في الجزائر وتختمها في تونس. نعم. يعني كنا نجول القطر الجزائري كله، يعني جميع المدن الجزائرية كنا نقدم فيها، لدرجة أن في إبان الرئيس الجزائري أحمد بن بلة. نعم. والله وهذا التاريخ يشهد، أننا كنا نفتح أبواب بعض المسارح بالمعاول، نفتحها ونكسر أقفالها ونطهرها ننظفها ليأتي إليها الجمهور الجزائري ويرى لأول مرة التمثيل على خشبة هذه المسارح باللهجة الجزائري. يعني كنا نحول النص المغربي، اللهجة المغربية، نحولها إلى لهجة جزائرية. تلفزيون المغرب العربي الكبير وجمهورك اللي يعرفك منذ مدة طويلة. نعم. واشتاق باش نعم. يتعرف عليك ويشوفك حتى ولو ياخذ صورة معك اليوم في هذه السهرة يوم السبت إن شاء الله، شنو تحب تقول لجماهيرك ولمحبيك؟ أقول له لولا حب هذا الجمهور لي لما كنت ولما وجدت ولما سطع نجمي. هذا الحب أنا أبادله حبا بحب، واحتراما باحترام، وتقديرا بتقدير. فبما أنهم يشتغلون خارج وطنهم، وهذا لعمر هو نوع من الكفاح والنضال الوطني. احنا نشكرك جزيل الشكر. عفوا. اللي لبيت دعوة تلفزيون المغرب العربي الكبير في هذا اللقاء الظريف، ونتمنى لك إن شاء الله دائما الصحة والعافية، وإن شاء الله يعني دائما بالنجاحات. الواجب عيط، خصني نمشي نلبي الواجب، نحيي صلة رحيم مع خوتي وخواتاتي اللي في ذاك القلب الآخر من الدنيا. Thank you.
بحال العاده جيتي الاولى. فين ماما؟ فين ماما الفرحه؟ فين هي البعتون؟ وين عندها؟ وين عندها البعتون؟ اجي تسمعي وتشوفي. انت خنجحات وجابت الاولى. حفاضه اختي وكريمه. الو الو ليلى، نجحت نجحت نجحت. هات انت مبروك، الله يبارك فيك. العقبه ان شاء الله للدكتوره الاولى والدكتوره الثانيه. ربي يخليك يا اختي. الهلا يخطيك. قولي ليا نبيله نجحت. سي بيان دوماج، بصح خساره على ديك البنت. غير استغلت بعدها على دارهم وسكنها في الحي الجماعي وهي تطلق على باها. اختي صح. صافي 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 لنا على الشيطان، على الشيطان صافي. نحتفلوا فين؟ في المكتبه. ويلا كان المكتبه. لا لا ما تخافيش ما تخافيش، انا جايه دابا، لا ما غاديش نتعطل. يلا باي باي، سلامه، بيزو، يلا باي باي. قصرية ديال التوب على مسيناتو، راجل مالو فيه تونيا
راه عنده ثلاثة ديال التونيات. ولا ماما ديال العيالات. ايوا واش ندير لي الا كانت عينو كبيرة؟ ندير لي الزوم. واخ عيني هذا. ايوا وداك الحاج احمد عمر مول القيصرية ديال الذهب مالو راجل على بالسيناتو راجل يا الله دار عيد الميلاد ديال 85 عام. لا ما حاجة انا نحسب شحال كشطتي الغرامة في العباسة ديال البارح من ورا لالهم زينت المعلمات. واحد جوج ثلاثة انا جيك. اخوكم كريميني. واتجي في قاع بيريا المسخوط. خنعتيني كريميني ويخلي لي زيني بوكوس وبوكو فلوس. ما تنخلع ما تنفزع واللي شافني كنشبه ليه مع السبع. ايه قلتي بوكو فلوس اخويا السبيع مالك فراسك مالك؟ اكسيدون دو فوتبول الناس يوقع لهم اكسيدون دو ترافاي وانا السبع ماتش بكره ردني ضبع. هي لعبتي شي ماتش ديال كره وتعطبتيها صغيري؟ هاد الفورمه ديال الكره المسخوطه. ايوا شنو؟ كنت مع عليا مبيع داير الواكمن وكانت سنت الخوتي في ناير حتى لقيت راسي طاير والدم من راسي فاير. كيفاش؟ كان الشتا والبرد وكنت داير الكشكول اللي فيه الشعار ديال الفرقه اللي كيحب خويا. خوك؟ اي خويا. هاي هذاك اللي كنتي قلتي لي انت وياه دوان. اي هو تيضرب الطبل في التيال وانا وكلوني ماكله الطبل. الله يا صغيبي الله وما عندك حتى الفورمه ديال العصار. غفلوني مساحه الوالدين ولكن قالوها الحميه تتغلب السبع. ياك السبع ياك حتى دابا انت تقول لي بوكو فلوس بوكو حبه. انا ما كنهز فلوس والفلوس اللي كتعطيني لها البلبتون تديهم لابوك على طول. خويا السبيع قول لي يا خويا ما نلقاش عند خويا 21 ديال الدولارات ولا 5 ولا 6 باش ما سقط الله راه ماشي يرد من خويا الله يعطيك الصحه. هو الاول نهار نكمل انا مليار ديال الدولار نعطي لي ما كنت هي مليون ديال الشينوا يلا حي. والمراه تخيل نبيل في جيبه يبحث عن الزواج من فتاة جميلة رائعة مثقفة. ما نكون أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو فعل الله فلوع الحنة والتمر. إيوا جديدتي زهيرو. نعم يا عيون زهيرو. حيدي يديك. هيا ما تبقاش تهضري معايا. يلا سيدي انا بغيتك الرضا. مالها ثاني؟ مالها مخاصمه مع وجهها؟ عبرت عليك غزات فيك وقولي على السلام عليكم ما تنبانلكش عن فيزيبل. السلام عليكم. اسمع هذاك الخوادري غادي تقطع ولا غادي نتسيف على خويا وغادي نوريك في عين بوزبال يا ولد ماما غطيني طبرنك. اهلا جنابي بسم الله الرحمن الرحيم. ايوا المعلمة. ايوا انا دخلت. واحد جوج ثلاثة أربعة. شكرا
عشتك حشتي وكتخبي. هادو عشي زويل غات عطاتهم لي المعلمة باش نجيب شي تفوصيخة وشي تباخيرة لالا نوار. تباخيرة دوخي علي خلعتيني يا خويا خلعتيني. خلعتك كيفاش خلعتك؟ انا خلعتك انت بربلي اخي. قولي شكون اللي كي كحش الغرامة؟ شكون اللي كيدير لها ميسه يا النمسا؟ انا ولا انت تبربلي؟ ارحم شويه عافاك اسيد نبار. شوف راه ما فهمتينيش. هاي نفهم واش غنفهم؟ واش بغى يفهم النبار في واحد شناه بيصفار؟ اش بغى يفهم النبار في واحد بحالك باندي قمار؟ ويلي اسيد نبار شوف ها هاك اخويا هاك شوف هاك احنا مالنا كاع احنا الفلوس تنديروهم في جيوبنا ما تنديروهم في قلوبنا. هاك ها هو جبتك ها واستر لي الله يسترك. اعوذ بالله من غضب الله. سنة بيلة الأسد النبار. صدفة جميلة ورائعة. أنا نسيت لاكارتة ديالي ورجعت ليها باش نسمع صدفة وبدون قصد أسمع عبارة الطهر وأنقى وأرقى مفردات الوطنية والصدق. أنت الأسد النبار أنت قمة الشهامة والرجولة. قليل في المجتمعات هاد السلف بحالك. أنا هذا أنت الأسد النبار قليل تلقى في دماثة أخلاق بحال أخلاقك ولا في إيمانك وورعك ولا في حبك للوطن والمواطنين. ها ويلي قصة حب كالبركان سوف تنهشر. سنين دراستي ما صادتش منطق متميز بحال منطقي ولا حنان نابع من قلب ابيض بحال قلبك. وي مادموزيل مدام. ايوا صافي شحال رومانتيكي. اوه في القصر وقت كندا كيتلج. انا زين الرجال الماريشال لوطار ولد قربان تلميذ قصب لوزروال بونبون سكون تروازي فلافع. واش دابا قول لي واش كتكلم على بهايا انا ولا على بها بنتي على من كتكلم دروكا؟ هاي خلي لي دروكا. نوار قد بنتي اللي ما رزقنيش الله تعالى. انا كنتكلم على ختها زينة الطولة والتقطبينة والمشية والتسمينة. ضربة أخرى بحالة دي توصليني لكيفك. سعدي وفرحي وراجل بنتي وارد المغرب العربي. المسرحية كانت يعني في قمة يعني العطاء ديالها وهذا طبعاً الحال راجع للفنانين اللي هما كانوا حاضرين والفنانين اللي خدوا على عاتقهم يعني عبء يعني السفر باش يجيو يعني يكونوا همزة وصل ما بين يعني المغرب وثقافتنا وتقاليدنا والمغاربة المهاجرين بالديار الكندية. ولهم يعني كامل الشكر على هاد البادرة الطيبة وتنشكر الناس اللي كانوا وراء هاد العمل باش يوصل لنا لهنايا وتنشكر المغاربة كاملين اللي نجحوا هاد العمل لأن الصدى ديالو وصل حتى
هنايا. تنشكر كذلك الحضور اللي جا هنايا باش يحضر لهذا العمل، لان صراحه كنظن الجمهور كان عنده اليوم عرس يعني فني مغربي. غزاله غزاله غزاله، زعما لنا ضحكنا من كل قلبنا. اون بليس سكي مانتيريس زعما لو بليس امبورطون بالنسبه ليا هي بنتي ما كتدوي بالدارجه ولكن كاين كلمات ما كتفهمهمش، وجات معايا لهنايا وعجبها وعجبها الحال بزاف. المسرحيه كانت جد 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 رائعه، وفرحانين بزاف بهذه المناسبه هذه، وفرحانين اكثر بلقاء هاد النجوم عندنا في كندا، وكنشكروا لكاع المنظمين لهاد الحفله هذه، وفعلا كيشرفنا وحسينا بريحنا بحال رحنا في المغرب. مسرحيه هادفه لان النجوم والعمالقه الذي مثلوا فيها كل دور يحسب لهم الف حساب بالمغرب، وهذا نتج على ان سي انور الجندي له قيمه فنيه كبيره تجعله دائما يجدد وفي طور تجديد للمسرحيه. الجمهور يعني حقيقه كما تابعتم وواكبتم المسرحيه اصدقكم القول انه من ارقى الجماهير اللي صادفناها على امتداد 31 سنه ونحن نمارس في فرقه مسرح فنون، بحيث الجمهور دواق، يصمت حين يجب الصمت، يصفق حين يستحق المشهد التصفيق، يضحك في الوقت المناسب، يعني ما أروعه كما قلت من جمهور دواق ودواق جدا. أما عن أعمالي المسرحية تأليفا وإخراجا فهي كثيرة، فأحاول جهد الإمكان في كل موسم من المواسم أن أطرح ما هو مطروح في الساحة المغربية والمغاربية والعربية. كلنا يعاني الأمرين من أزمة السكن، تطرقت لها في كل هاي الغيب الغاه. كلنا يعاني الأمرين من العطالة والبطالة ديال الأدمغة والمثقفين أصحاب الدبلومات، تطرقت لها في العمل الناجح الدبلوم والدربوكة. كلنا يعاني من التحرش الجنسي، تطرقنا لها أيضا في ليلة بنتي، وهكذا دواليك والفساد الإداري في أمتنا العربية، تطرقنا لها في مسرحية المليونير، استغلال نفوذ بعض أصحاب المراكز العليا، تطرقنا لها في المدير والبندير. يعني المسرح هذا جنبا إلى جنب مع أعمال تحسيسية آلت الفرقة على نفسها أن تتطرق لها وبحدة، كالحفاظ على نعمة الماء، كالمحافظة على السلامة الطرقية، يعني حوادث السير وما تعرفه، هذه طرقتنا العربية، أنا أقول دائما العربية لأنني أحاول جهد الإمكان أن لا أتطرق بطريقة محلية للمواضيع المطروحة. أيضا البيئة، وما أدراك ما البيئة، وهنا شقين، هناك مسرحيات موجهة للراشدين ومسرحيات موجهة لفلدة أكبدنا للأطفال الصغار وكذا. باش نجيو لهاد المدينة الدولة يعني كندا، كان يعني في هاد الظروف يعني باردة، ولكن بهاد الحرارة ديال استقبال الجمهور وهذا، يعني حسينا بالدفء وحسينا بالحب، يعني بالشوق ديالهم للمسرح المغربي اللي كنعتزوا به، وكان فكرناهم في البلاد، والبلاد ما يمكنش ينساوها، لان كيف ما كان الحال كيقول لك البراني عقوبته لبلاده. يعني مع اهم المسرحيات اللي شاركتوا فيها، المسرحيات كثيرة، أنا عندي ريبرتوار كبير 30 مسرحية تقريبا، ومع الأخ أنوار الجندي يعني هاد سنتين عملت معاه في مسرحية هادي بنت النقافة بيراو، ومسرحية السلمة والسرمولانا، يعني هادو أعمال اللي درنا بهم جولة عبر تقريبا العالم، لأن أوروبا والمغرب وعدد ديال الدول عملناهم، والآن جينا لكندا. كيف شفتي الجمهور المغترب المغربي الكندي؟
والجمهور المغربي كيحبنا وكيحب يشوف اعمالنا الحمد لله هدا من فضل الله عندنا واحد الاقبال ديال وكيف شاهدتوا ان القاعة يعني ما كفاتش مع الأسف القاعة صغيرة شوية وكنتمنوا من الوزارة أنها تعمل القاعة أكبر وتكون مكيفة لأن احنا يعني مع الأسف كان واحد البرد قارس في القاعة قبل ما تملأ بالجمهور اللي هو دفانة وكنتمنى تكون قاعة أحسن وأكبر إن شاء الله في المستقبل وكنتمنى نتوحدوا ونعطيو اكثر لان يد وحده ما كتصفقش فالى تكتلنا وتقوينا غادي نكونوا ندعموا بعضياتنا كل واحد من جهه فغادي يكون احسن وشكرا وتحيه للمغرب العربي. هذه الحصة برعاية بولونجري باتيسري كاستيل، العلامة المميزة في صناعة جميع أنواع الخبز ومختلف أصناف الحلويات، خبرة عمرها عقود نضعها في خدمتكم. تورتات للحفلات العائلية والأعراس وأعياد الميلاد، قسم خاص للمشاوي والأكلات الشهية. بولونجري باتيسري كاستيل، حينما يكون للخبز والحلويات مذاقها الطبيعي. بولونجري باتيسري كاستيل على العناوين والأرقام التالية. أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم معنا على تلفزيون المغرب العربي تيلي دي غو مغرب. نحن نعرف جميعا دور المرأة العربية والمرأة المغاربية على الخصوص. اليوم نجدها في جميع المجالات، في الطب، في الهندسة، في المحاماة، في الفن. اليوم معنا ضيفة عزيزة علينا، إنها السيدة أمري. أهلا وسهلا بك سيدة أمري معنا اليوم. يمكن تكلمينا على نفسك المشاهدين الكرام باش يتعرفوا عليك أكثر. مساء النور. أول شيء أحب نشكركم أنه استضفتوني معكم في الاستوديو. أهلا وسهلا. شكرا. طبعا أحب نعرفكم على حالي. في أول شيء أنه مدام عماري هي معروفة أكثر شيء باسم ساجو بيجو. Ce que je fais, c'est dans la vente de bijoux de mode. Je suis autonome et d'habitude, je prépare des événements pour femmes, c'est spécial femmes. Ou, Inch'Allah, je suis en train de faire un programme pour la fin de l'année. Yani, le programme est chargé. Inch'Allah, Inch'Allah. بالنسبة للحفل الأول اللي حابة نهضر عليه هو حفل السيدات فقط، وهذا يعني أنه متعودة أن نعمله مرة في السنة كل آخر السنة. يعني هذا الحفل اللي تتكلمي عليه هو اللي يكون الأسبوع القادم إن شاء الله؟ إن شاء الله على خير. سوف يكون 14 ديسمبر يوم الأحد الجاي. يعني الوقت يكون يعني في المساء او في الساعة الثالثة للساعة 10 مساء. هو سافا اتر ان بروغرام ان شاء الله شارجي. كون فيها دي جي فام اللي هي فاطمة الزهرة مغربية معروفة هنا بمونغيال. تقدم لنا توت لا ميوزيك دو موند عرب. يعني غتكون موسيقى مغاربية أو لموسيقى عربية؟ للكل، للمغاربية، الجزائريين، الشرقيين، للمرأة العربية حتى نرضي جميع الأدوار.
ومن بعد يعني كاينه دي جي، كاينه عندكم شي بريزونطاسيون شي ديفيلي دو مود شي Non, il n'y aura pas un défilé de mode. Ce qu'il va y avoir, c'est une vente expo de bijoux de mode. Les, il y a طبعاً, les Sergio Bijoux. Ok, c'est une spécialité La spécialité d'Yali. Et c'est le but de la fête que nous faisons. Le but de la fête, c'est de nous rassembler يعني تعرفوا على بعضهم سي ان ريزو بالنسبه لثمن الحفله هو 40 دولار وشامل حلويات مغربيه كافيه تي اي ان بوفيه فوا كي فا اتر دو دي سيرفيس طبعا حلال سمعت بان عندك حفل اخر غادي يكون يعني رائع وحفل كبير جدا يمكن تكلمي المشاهدين الكرام على هذا الحفل بالنسبه لراس السنه هو حفل كبير سي اون سواري ميكست il va y avoir des chanteurs qui vont venir de l'extérieur nous allons avoir Cheb Hassan qui est connu comme le prince du rail live الفنانه الجزائريه كريمه الصغيره اللي هي ان شاء الله جايه من الجزائر تنيكو فنانه كريمه صغيره تغني الجزائري اول شيء والاغاني المغربيه هي تغني الراي لا تغني الالجيروا والاغاني المغربيه يمكن تكلمي لنا على الثمن ديال الحفل يعني قبل ما نكمل قبل ما نهضر على الثمن تبع الحفل تبع راس السنه ثاني كثير مهم انه نحكي على الاوركستر في عندنا الايقاع مع عز الدين بوليفان اللي هو كان مع جروب بوليفان في سليم بوزيدي اللي هو معروف كمان هون في الاندلس راح يكون كمان موجود معنا في السهره ويوغا ان بيانيست لو بيانيست لي سبيسيال افيك شاب حسن لانه شاب حسن الراي يبغي البيانو لو بيانو دو راي لي اوغاني دونك با ميلانجي الاندلس الشعبي نعم يعني حفل مشوق ان شاء الله ان شاء الله صافا حنايا سميناها لا بلو بيل سواري دو ريفيون ا مونريال غتكون ان شاء الله اون بلو بيل سواري ان شاء الله دابا يمكن تكلمينا على الثمن بالنسبه للبطاقه هي 99 دولار يكون شامل معاها عشاء فاخر بعد ان شاء الله كمان الساعه 12 راح يكون اميني بوفي و يا نو سبونسور اوسي جو في بارلي دو نو سبونسور ثاني قدموا لينا دي تيراج غراتوي باش يفرحوا لا كوميونيتي والضيوف اللي يكونوا موجودين معنا نعم ف ils ont donné des cadeaux qu'on va faire ça gratuitement on va faire des tirages gratuitement pour eux بالنسبه للاكل c'est un souper gastronomique ça va être au début avec une entrée salade une soupe et un plat chaud du poulet avec des légumes il va y avoir du dessert des gâteaux avec café et thé à volonté okay. et rafraîchissement. On commence l'ouverture avec un cocktail de bienvenue. Ça va être pour tout le monde. Yani, à quelle heure ça va commencer le... Ça commencera à 20h. À 20h, ok. À 20h. Ça va finir à quelle heure هي المفروض الحفل يخلص الساعة 3. نعم. بس حنا إذا شفنا ضيوفنا مبسوطين وقاعدين معنا وهذيك نخلوها للصباح ما عندنا مشكل يعني راس السنه ونستقبل راس السنه جديد يعني بالفرح والبهجه ان شاء الله ان شاء الله كان حابه نقول ثاني كلمه لا حابين تتابعونا وتعرفوا اكثر المعلومات انه بور فو انفورمي تقدروا فو فيزيتي لا باج فيسبوك ايفينمون كندا راح يصيبوا لتما كل شيء مكتوب سكياكم كل المعلومات يمكن تعطيني النمرة ديال التليفون وسي رقم تليفون هو 514-699-0636 en français c'est le 514-699-0636 ou 514-569-9028
أحبائي المشاهدين الكرام، أحب أن أذكركم بأن ضيفتنا اليوم هي سيدة من مدينة الجزائر، ونحن دائما في تشجيع المغاربة أو المغاربيين جميعا أو النساء العرب اللي عندهم يعني أعمال يبغيو يقدموها، دائما إحنا في خدمتهم كنشجعوهم باش يكونوا دائما من حسن إلى الأحسن. أعزائي المشاهدين الكرام، ينتهي لقاؤنا اليوم مع السيدة أماري. معكم سليمة أشقار، لقائي معكم في الحلقات المقبلة إن شاء الله، ومع السلامة. تلفزيون المغرب العربي الكبير يفتح أمامكم فضاءات واسعة للإشهار، 9 ساعات من البث الأسبوعي موجهة لجالية عربية يزيد تعدادها عن 400,000 مواطن. رجال الأعمال وأصحاب الشركات العربية وغير العربية، نتيح لكم فرصة ذهبية للتعريف والترويج بمنتوجاتكم. أسعارنا مغرية ومدروسة. للاستعلام الرجاء الاتصال على الأرقام التالية. سادة المشاهدين، برنامجنا انتهى اليوم لهذا المساء. شكرا لمن كانوا وقد شاهدوا هذا البرنامج المغاربي هذا الأسبوع، وما تنسوا إذا تحبوا تتفرجوا في برامجنا على اليوتيوب تكتبوا تيلي دي كروم أغربارا وتشاهدوا كل البرامج اللي ربما ما سعدش الحظ باش تشوفوها سابقا. ورقم الهاتف للاستعلام 514-885-5173. وبمناسبة الأعياد سيكون برامجنا خلال كل هالفترة نتاع الأعياد منوعات وأغاني ولقاءات نحاولوا يعني باش نرفعوا عليكم شوي بمناسبة الأعياد. وإن شاء الله يا رب كل سنة وأنتم طيبين. إلى اللقاء سادة المشاهدين. Thank you.